الرحمن الرحيم. معانا إيسا، ستة آلاف وخمسة. هنشوف عيبها مع بعض. الدولار مفيش اي داتا طلع منها، تعدي 3.5 معانا، لا صفارة لا حاجة. كالمعتاد نفس حركة برضو، بعد ما شاف ان راجل الست عمالة ايده تطفي هبتدي اشيل كل حاجة ممكن تجلسها من على المذر بورد، بروسيسور وهيت سينك، بطارية، هنضف البوردة كويس. وهندخل الفورمة بإذن الله ونشوف النتيجة بتاعتنا. ناخدها نحطها في الفورم. كده هحطها في الفرن زي ما احنا شايفين كده. هظبط الفرن على تلت ساعة ودرجة حرارة فوق 250 ونسيبها في الفرن كده لحد ما تسخن، وهنرجع ليكم بعد كده. واحنا بنسيبها بعد ما خلصنا طلعناها من الفرن وبردت، هنبتدي نطلع المذر بورد بقى ونجمعها تاني ونعمل لها اختبار قبل ما نجمعها في الكيس. بروسيسور بيسخن، مكانش بيسخن قبل كده. نركب واحد واحد. بسم الله. ده سايد. تمام. 30 وقت. كده طلعت صورة على الشاشة اهي. نجرب القطعة الثانية من الرامات.
مروحة. الصوب بيسخن جامد. بسم الله. طب الريسيت سليمة وشغالة. نطلع بياناتنا اهي. نطلع بياناتنا اهي وشغالة. هبتدي اركب بقى المذر بورد في البورد في الكيسة. ونشوف باذن الله نتيجه مع الباور سبلاي وبدل الاجزاء ايه من قبل باور نيد بعد دقيقة كده باور سبلاي تمام. بريس الباور قامت معانا. الكرة زي ما احنا شايفين ده غير حركة الكيبورد ثاني على الباب بطارية واحد تمام. معترض على طريق الوقت اقول له باوت مش مشكلة خالص. بدأ يحمل نفس الويندوز طبيعي وعادي جدا. واحنا كده مهمتنا خلصت مع كي 3 الحمد لله. لما يبقى كتير مش كل الرقم كبير 9 في المبلغ 5 بعد 9 احط ال 14 كلها احط ايه؟ ماشي الاول احط 5 تقريبا كده احنا مهمتنا خلصت وكده تحملت زي الفل وشفنا خلاص شغال وهي شغاله زي الفل. شكرا.